تحدي لفريق باسكي ضد التاريخ. فما ضربة جزاء, ضربة جزاء, يمشي ويليان, حط الكرة ويليان والهدف الأول. 1-0 للريال سوسيداد. العريق الباسكي الذي تأسس في سبتمبر 1907 في سجله مرتين لقب الدوري 81 و82 أمام أنصاره يصنع التاريخ. هل يصنع إنجاز في تاريخ مواجهته ضد الريال؟ لأنه آخر 11 إيقاف في سانتياغو برنابيو. الكرة عن طريق ويليان والثاني والهدف الثاني. خلاص تاريخية سوسيداد, خلاص تاريخية سوسيداد. الريال سوسيداد يكتب التاريخ بالهدف الثاني يا مودريتش. 2-0, قلت في فترة انها لن تنتهي على هدف, يا ثانية تقلب اللعبة. والسوسيداد يستاهل, يستحق, يستاهلون السوسيداد والخمسين مئة مناصر اللي جاونا عملوا المباراة.